كدير البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيات، اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. حنا وصلنا. وين خصني دابا نمشي نتقدى داكشي اللي خاصني؟ راجلي حتى هو تال 9 ديال الليل عاد يوصل هنايا للدار، خصني نوجد نتقدى وداكشي اللي خاص. والله الا عييت باقا ما صليتش الظهر، ودابا الربعه تقريبا راه العصر وودن، بغيت ناكل بعدا ونوكل والدي ونشبعو في كروشنا ونمشيو نصليو. يا ربي تسمح لينا وخليكم معايا. غادي ان شاء الله يكونوا بلوكات كذلك من هنا من كازا، نخرج ان شاء الله. غتشوفوا الشتا خايب من السما، خليتها في قيم صالح الشتا، وكاينه هنا كذلك هنا الشتا تبارك الله ما زكاتش. ايوا ولا بغيتي تمشي شي بلاصه خصك ضروري طاكسي ولا طوموبيل ولا ما كاين فين تمشي هاد الساعه البنات. والله مع هاد الشيء اللي واقع ما كاين فين تمشي، ولينا خايفين بجنابنا هادشي ديال ولدي. ولي ولي حفيان فرسع خرج من تما. هي عرفتي تنبقى البنات تنبقى ندار معاه مع ولدي، ما كندير حتى حاجه، تلقى الوقت طار، تنبقى عين جمع من موراي، يخسر هادي يخسر هادي يدير هادي. الحلية هذا ديال الساندويش اللي فوق ليا، مع تقدينا دابا الماكله البنات في الديسير وداكشي اللي خصني دابا نتغدى ونوكل ولدي. عندنا الجمعه دروينه ها انتوما، راه يلاه وصلنا. والله تميره مع ديك الطريق ديال راكم عارفين الطريق كازا وداكشي، خصوصا المحطات البنات، المحطات راه سادين هنايا، المحطه ديال ولاد زيان. والله عرفتي ضرب بيا حتى العين الشوق، عاد حط ماشي عانه كلشي عين الشوق الفوق، وعرفتي بزز تلقيتها واحد الهونطه ديالي جابتني الطاكسيات، راه ما تيبغوش يهزو خصوصا هنايا شارع الزرقطوني كيكون عامر بلاش كازا راكم عارفين. وفي واحد الناس واحد العيا، والله القاسم عرفتي فايقه من فايقه معاش من 8، وانا كنخمم كيفاش نجيب ولدي ونجيب معايا باليزه كبيره نوريكم، وجايب معايا الساك وما جبتش معايا لابوسات. عندي لابوسات هنا وحده اخرى عندي هنا في كازا بلا ما نجيب الاخرى، خليتها ليه في دارنا في الخير صالح، راني جامع الفراش وداك الشيء. ها هي الباليزه باقا كبيره حتى هي جايه متقله بها الحوايج، كلشي جبدتو دابا بدلت ليه. خرجت نمشي نتقدى، جبت الديسير وجبت الساندويشات والمراجي ديال الخير مولانا ديال الشتا البنات. هنا راه كاين الشتا تبارك الله بحال في قيم صالح، حتى هي خليت فيها الشتا حتى يلعب ليا في المرجا وهو يطيح في الماء، طاح في الغيس عمر. يلا دلت ليه ثاني نمشي نحيد دوك الحوايج نصبنهم قبل ما يكرم عليهم هذاك الغيس، تعاودي لنا كلشي قصه حياتك. ايوا جبت لي الحوايج باش نبدل ليه وليكوشو، راكم عارفين اللي عند الدري الصغار. ايوا بلا ما نطول عليكم البنات، تهلاو في روسكم وغادي نحاول نصور لكم فلوغات من هنا من كازا، ولا خرجنا ولا مشينا شي بلاصه، وهادي نحاول نصور لكم الطبيعه والمناظر لقينا شي طبيعه. دابا راه عشت البنات ما كاين فين تمشي، الغيوسات المراجي والله الغالب الله. ايوا حنا عبد الله تكون الشميشه وكل جو زوين ونلقاو فين نمشيو ونصوروا. يلا خليكم معايا وتهلاو في راسكم.